قال الإمام الصادق عليه السلام رحم الله الصرف التي كانت لنا أين المنادي وحسينا أيوا إماما أيوا سيدا أيوا مظلوما أيوا شهيدا يا الحسين عليه السلام. فقد مجموعة من الإخوة سيما إخوته العباس وإخوته هذه أم البنين في المدينة جاءت مودعة لأبي عبد الله طلعت بالحسين عليه السلام. كل سنة أذكرها، عشر سنوات أذكر هذا المعنى، والله يكتب لنا عمر نذكرها إن شاء الله في السنين القادمة. مولانا هذه أم البنين جاءت ودعت عيال الحسين، ودعت ولدها قمر العشيرة وانطلق ركب الحسين. طلع خارج المدينة وإذا يرون امرأة من خلفهم تقوم وتقع وتنادي يا أهل الركب قفوا لي هنيا. الإمام دار وجهه شبه يرى مو غريبة، حقق النظر وإذا بها أم البنين. يا بلا أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يوم جيتكم للبيت خدامه. مولانا الحسين قال أخي أبا الفضل ارجع إليها، هسه ودعناها شنو اللي ترى؟ رجع إليها قمر العشيرة قبل يدها ورأسها، شباب أمهاتكم في بالكم، قبل رأسها ويدها يا أمه ما تريدين عباس يولي يتجرب، عباس يولي يتجرب يا ابن ناشد ويا والله مطلوب يا بالك يا يوم متعوب زين. بالك يا يوم متعوب زين وريدك يا يوم الريح لوها بتغضب ولا تخفي. فكا قمر العشيرة أوصته بالحسين ويا الخيرة يا يا والله يوصون اي والله هم يوصون يوصون بحزام ظهره وضوء عيونه. حسين تاج روسنا، حسين خيمتنا، حسين عزيزنا، شلون توصيني بالحسين وزينه بحزام ظهره وضوء عيونه وعينات كل الروح. أبو الفضل عليه السلام على وصيته مع أمه بني اتجه إلى كربلاء. ليلة العاشر من المحرم زينب دخلت على خيمة العباس، شافت قاعد بالخيمة مطرق إلى الأرض. لما رأى زينب قام إليها قعد وياها صار يصبرها يتكلم معاها، ثم قال لها زينب وصيت يا زينب وصيت. هاي كل ليلة العباس نقرا هذا الله طال عمره. أوصيت يا زينب وصية عينيك على هذي البنية ثاري الشرع الرقية يقلها للمدينة ولا أمي لها
بعد شو تقول؟ أبكي على